معانا دفتر الأحوال زميلنا الأستاذ يسر البدري، وطبعا هناك حوادث غريبة عجيبة، منها ما سمي، تعرفين الحوادث ليها أسامي، الحادثة بتاعت الريف الأوروبي اللي هو الراجل الغفير اللي اتقتل هو وعيلته وعياله وأحفاده ومراته بس هي اللي نجت. إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ أنا أستاذ يسر، إزاي حضرتك؟ أستاذ عمرو مساء الخير، أهلا بحضرتك يا فندم. ايه الحكايه؟ اولا احنا بنضيف لحضرتك خبر دلوقتي ان الاجهزه الامنيه ووزاره الداخليه تمكنت من تحديد المتهم والقبض عليه في محافظه سوهاج. ده في اقل من 24 ساعه. اقل من 24 ساعه الاجهزه الامنيه باستطاعه بالتقنيات الحديثه بكاميرات المراقبه بفريق بحثي شغال خلال ال 23 ساعه اللي فاتوا استطاعوا ان هم يحددوا المتهم، يحددوا مكان اختبائه عن طريق التقنيات الحديثة، يجيبوه من محافظة سوهاج، والآن المتهم تحت قبضة الأجهزة الأمنية. المتهم هو شريك المجني عليه الأول عادل أبو زيد اللي هو عنده 51 سنة، المتهم شريكه في المزرعة المستأجرة في منطقة الريف الأوروبي. حدثت بينهم خلافات اجتماعية بسبب رغبة المتهم ان هو يرتبط عاطفيا بالضحيه الثانيه اللي اسمها هناء اللي عندها 24 سنه. الاب ما كانش موافق بهذه الخطوه، حدثت هذه الخلافات، تسلل للمزرعه اللي هو موجود فيها، انهى حياه الاب بعده طعنات، ثم انهال على جميع الضحايا اللي كانوا موجودين اللي هي هناء وشقيقتها منار، ثم انهى حياه الطفلين اللي كانوا يعني هو قتل البنت اللي هو كان عايز يتجوزها؟ بالفعل. هو قتل جميع المجني عليهم في 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 المزرعه دي، وهم بتربطهم علاقه شراكه من بالمزرعه اللي هم مستاجرينها من احد المالكين اللي موجود في احد الدول العربيه. القصه دي بدات امبارح لما نجل المجني عليه بدا يتصل بوالده يوم الخميس اللي هو متعود يروح قريه برقاش، يرجع يعني بيقعد اسبوع بيرجع يوم الخميس. لما والده ما رجعش بدأ يتصل على تليفونه وعلى تليفون أخته، على لما انتهت التليفونات بدأ راح لقي المزرعة عليها قفل، كسر القفل وبلغ الأجهزة الأمنية إنه تم العثور على جثة والده وأربعة من أفراد أسرته. الأجهزة الأمنية بدأت تشتغل في فريق بحث، فريق بحث بدأ يشتغل على الجيران اللي موجودين والمزارع اللي موجودة، خاصة إن المزرعة دي موجودة رقم 39 في منطقة الريف الأوروبي. بدأوا يشتغلوا على آخر مشاهدة للمجني عليه، آخر مشاهدة لشريكه اللي كان موجود، شهود العيال للواقعة، كاميرات المراقبة، تقنيات الحديثة في التليفونات، إن هم إزاي يقدروا يحددوا آخر اتصالات وآخر استقبال وآخر إرسال لهذه المعلومات. فريق بحث كان بيستجوب بالأهالي في قرية برقاش عن مدى علاقات المجني عليه، وكله أشاد أنه ما فيش أي عداوات أو خلافات في برقاش، الاستماع لأقوال الزوجة اللي نجت من الحادث، الاستماع لأقوال شهود عيان في مكان الواقعة، تتبع خط سير المتهم لحظة قدومه ولحظة انصرافه من مكان الجريمة ذات نفسها، جه إزاي وانصرف إزاي، وإزاي الأجهزة الأمنية قدرت بكفاءة عالية خلال 23 ساعة بالضبط تحدد مكانه اللي كان موجود فيه والمكان اللي انتقل ليه والمحافظة اللي هو موجود فيها، وتقب عليه وتقدمه للنيابة العامة وفقا لتحقيقات وتحريات بتجريها فريق بحثي مكون من كل قطاعات وزارة الداخلية كانت بتشتغل في القضية دي، ان القضية دي خدت ضوء كبير جدا واهتمام كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت. اللي بيحصل في الريف الأوروبي، اللي بيحصل في الشيخ زايد، خاصة اللي بشاعة الجريمة يا استاذ عمرو.